السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أهلا فيكم في العالم الجديد من كرافت ذا وول. طبعا باخذ الأمور سهلات هنا شوي. أبا أول شيء بموارد أساسية بسرعة، بحاول أجيب لأنهم فتحوا لي على طول من غير ما أنتظر المعدات الزينة اللي أنا ممكن أحتاجها حق إني أبدأ. شو أسوي دايركت على طول، اللي هو ورك بنش وغيره وفورج وتيبل ومن هاي الامور الطيبة، على اساس اني اروم ابدا شو اشتغل على طول. طبعا انا ما بتأخر وايد، ابغى اشتغل على طول في الخريطة، بس عالم الثلج ما راح يكون as easy as I think، بيكون في شوي سرفايفل مرتبط في الموضوع. بس هالمرة بسوي 4 احفر، بيطلع عندنا عقب سكافولدنج، مو مشكلة عادي. سيدي جبت اكس بي، جبت كم من دوار على اساس ان انتم ما تخيسون وياي في الحلقات بعد فتره طويله. ابى اجيب حديد دايركت، ابى اسهل وايد امور بحيث ان شو مجريات اللعبه بشكل عام تمشي اسرع شوي، اساس ما تكون من البدايه. يعني اذا انا بتركم البدايه ها شو سميثينج بوك، اوكي نايس. اذا من البدايه عقدنا الامور راح تكون مصيبه شويه. فشو حبيت اسوي انا؟ اللي حبيت اني اسوي اختصر الوضع شويه، وابا شوي دري، ابا دري، ما عندي دري، هاي مصيبه شوي. الموارد ممكن ما تكون اسهل شيء في اللعبه حاليا، لان ما عندي ادوات صحيحه. وانت تذكرون ادوات صحيحه يبالها شوي وقت، يعني اتطول شويه، بس مو مشكله. نحن في هاللعبه اظن اذا انتم تتابعونها اصلا فانتم بتعطون هالوقت اللي تستحقه اصلا. اللعبه تستحق ان الواحد يعطيها شوي وقت بزياده. وغيرت مكان الدري بعيد شوي عن المبنى الاساسي، هذا شيء مهم، وهاي بسويها غرف في الكرافت هني. خلهم يضربون مسافه، مو مشكله، خلهم ياخذون مسافه شوي، ولا ان يوني ويكسرون سيده منو. او ممكن اسوي شغله ثانيه، ممكن اسوي بيت فوقه، واللي قلت بسويه، بس بيت فوقه لا، هاي اخر مره اظني، اخر خريطه ببدا اسوي هالسوالف. اسوي قصر، ناوي اسوي قصر ليفل اب. ثانك يو. انزين الحين ايش يبالنا نسوي؟ الحين يبالنا نبدا بالايرون على طول. ايرون اور طريقة، ليش ما يخليني على طول ابني؟ ليش لازم تلعوزني؟ ما يستوي، يبالي منو؟ يبالي وركشوب. طبعا الماي له طريقة معينة هني كيف اني بالماي، مش نفس الخريطة الثانية. اللي اذكره نسوي حفرة تحت الارض بمسافة شوية. خلنا هذا كبداية يكون هني، عقب ما اغير لما يكون عندنا موارد نقعد نبني. بيكون عندي الرفاهية اني اغير اماكن الامور، بس الحين اظني انا ما عندي هالرفاهية هاي اني اقعد احطي امور زيادة. لحظة، ريبليس كول كرافت ايرون 3 وود. في حد بيروح يسوي لي كرافت الحين؟ نيد تو بيلد فورج ولا وركشوب. انزين خلنا نبدا عيال، شو نسوي على طول؟ ببدا في بحفر هالمكان، واللي بسويه في هالمكان شو؟ والله الحفرة خدمتني. واللي ببدأ في هالمكان لحظة، أو بإمكاني بيلد إرث بسوي لهاي بيلد عقب، مش الحين، لأنه هذا كله لازم يبني من أول وجديد في مرحلة من المراحل. يعني
كله لازم يبنى، بس بسوي غرفة بروحة. هذا لحظة، وأبا هذا أبني. ها بصير بيحفرون، مش قضية. شو السالفة هني؟ في شيء تحت عندي؟ مو مشكلة، بنحفرها من هاي، ما عليكم. بنبني تحت شيء يسده، بس بعرف هني شو السالفة. عالم الثلج شكلها قصة طويلة. قص هذا، شكرا. شلي هذا في دربج. كرافت نباه، اسوي مكان حق الماي. المفروض اسويه بالعكس، لان شو بسوي الحين؟ بسوي هايل. ثمانية وايد، سويت وايد ثمانية. لحظة، ثمانية اثنين، مزين. وبنبني منو؟ بنبني هذيل. ما اعرف اذا المسافة كافية، يمكن انا محتاج اكون تحت الارض اكثر من هاي المسافة على فكرة. قد لا تكون هاي المسافة كافية ابدا، لان شوفوا الحين الثلج تم يدفن، ترى الثلج تم يدفن، فالبنى فوق ويكون صعب شوي. ريبليس فرونت بلوكس، ريبليس ايرون اور، كليكت جود باي. انت تعال هني كرافت. ان شاء الله يكفي المسافة اللي عندي تكفي. سومرز بوك اوكي، وابغى اسوي باكت على طول، لان هني انتاج الماي شوي بيكون متعب. الماي بيتحول من مرحلة استهلاك لمرحلة شو؟ إنتاجية. ريبليس رير بلوكس، أبى تشلولي هاي اللي بعد. لحظة، أنا بهاي الحين. ريبليس فرونت بلوكس، أشلو هاي اللي بعد. تنظيف الثلج شغلانة، بتم ننظف ثلج وايد في المرحلة. كل شوي نتل جديد، تل جديد، تل جديد، تل جديد. من بقى شو؟ أنا بسوي أيرون سيزر الصراحة، ما بسوي الباقات. ما بأشل هذا، لا أبو أبني هايل. أبو أشل هذا وأذبح هايل. هايل بعد بذبحه في مرحلة من المراحل بصراحة، يعني أبو أذبح مرحلة. خلنا نشوف هل المسافة تكفي. لحظة، بلد بلوكس، بخليهم يحطون البلوكس هاي ونشوف المشروع ناجح ولا فاشل بيكون. لحظة، كرافت اكويب، خلنا نعطيهم قب. بعد عندي خمسة، انا بسرعة جبت خمسة. المهم خلي يذبحون ناس على نواجه، بس نقص دم مربية ولا الدوارف مالي. خلينا يخلصون هالمكان هذا ويجون عندنا هني. هذا اظن بيسوي لي مشكلة خفيفة، اتصور انه بيسوي لي مشكلة خفيفة، والله اعلم. نبي نسوي كرافت حق هذا، بس هذا يبغى له بلانكس فود. نيلس فايف موجود، اوكي. بنفتح هاي القريب، ايرون بيكاكس، هاي الاوريدي مفتوحات يعني. فورج اتمنى يذوبن بس هني، لان في احتمال ما يذوبن لانه قريب من السطح. هاي المثلجات فما بيذوبن، ما بيذوبن، ما بيذوبن.
بحولوا بعدهم. على فكرة أنا متصور إنه يرمون يذبحونه، بس هم جبناء. أدري ما في بيت. إيه ردينا المشاكل البيت. الموبلوك ولد الموبلوك ولد الموبلوك. خلنا الهاوس موجود، موجود الهاوس ما راح مكانه. زين خلنا نحط هذا هني ونيب البيت، نشل البيت ونحط البيت مكان ما هني بعيد عن الدرب. ذبحوه فكونه. ترى مرة ما بني بيت اذا انتم ما عقيتوا هذا وفكيتوني من راسه. يوه على هايل ولا تزعلون. ها ولا تزعلون. ها نبى شباري بس مرة بسوي الا ثلاث ما يكفي. هي اعرف I know they will sleep only in a house. هذا سوالف مطلوبة. بداية التطور عادي يعني مش قضية. من بداية التطور. هل ليش ما يذبحون يا ربو؟ زين ابن ابن البيت انت. ترى هذا مرات اللي يخر الواحد في منو؟ في الدوارفس. فعادي يعني. الحين بيسوون بيت. وابا هذا اساس يكتمل البيت، لان غير هذا ما في بيت. التوتم مالهم I can't get through. نمسحه. ابا حتى ابني لي هذا. اذا ماتوا يسوون سبون بس حرام يموتون. اوكي الحين سووا عندهم بيت، بيرقدون شوي بيعبون طاخه. بيهم بيضربوا وياه. هذا حلو، رسمه حصلت. تو مور زين بحطيهم شوي عشوائيا الحين. بس ابا نشو يستوي. شوفوا سلك دوار ينقص طاقته. ليش السالفة؟ اه كم دوار عندي؟ ستة. ستة ما يستاهلون حتى يرقدون. جالس يرجع طاقته. زين اذا ابني لهم كرافت ووبنز، سوي لهم ووبنز اوكي ويكون اسهل عليهم يضربونه. دش علينا البيت يا الحفلة اللي بدأت من اول جيم. يضرب ورا ويجرد طاح مكان ارقد. ما في بيت اصلا انه يرقد. اطلع برا اطلع برا اطلع برا اقول لك اطلع برا اقول لك. بيسوي لنا ازمة في حياتنا هذا. بيسوي لنا ازمة في حياتنا. بس اتس اوكي. اصلا ما بقى له وايد اتش بي على فكرة. ولو في طريقة اسوي لهم ساكرفايس فيها، مش ساكرفايس، ان انا عادي ما عندي مشكلة اني اضارب حتى لو مثلا يموت عندي واحد، مثلا اعطيه اضحية ما عندي مشاكل، بيكون فيري نايس. لاني بروم اذبح في حالات نفسي، بروم اذبح منه واحد نفس هذا بدل ما يرد يعبي طاقة ويلعوز الدوار في سمالي. اروم شو اسوي؟ اروم اسوي شيء نفس هذا. زين الحين بيجي بيدمر البيت مرة ثانية. هاي شيء شوي كريه ترى.
الحين ها ما بقى وايد على دمه. زين مشكلة. شوفوا رد عبا طاقة ونص، بس ما قاعد يدمر شيء على فكرة، بس مسوي لي أزمة على الفاضي. أبا يذبحونه، قاهرني والله، قاهرني خلاص. سينا شو اللي في أول الجيم ومسوي لي أزمة في حياتي. كرافت تيبل، حطي لهم طاولة. عندي شيء يتاكل، عندي هاي مبدئيا، هاي الوايد اوكي ترى، اذا بياكلون بيعبون طاقة اسرع بعد. بس ابى حد يبني لي الطاولة اصلا على اساس اني اقدر اسوي شيء نفس هذا قبل لا اني اقدر ابدا. وين بعد سرير نبه؟ يو يعني واحد ثاني. حفلة وحوش هاي ترى مصيبة الحين. هاي مصيبة في بداية العالم، ما بارد اعيد العالم بس اساس الشغلة هاي. والله شكلي برد اعيد العالم، يطقع بالجو هذا، والله يطقع بالجو. سوي ريستارت للورد. شو رايكم؟ ما اعرف، بلعبها باكر وانا بق انا بق انا بقرر شو بسوي باكر، يا اني ابدا عالم جديد، يا اني احاول اقاوم الصعوبات اللي موجوده عندي بعد الحفر الشاق هذا كله. فخلينا نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.